لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ نعماني نصر، مستشار وزير التموين للشؤون الاقتصادية والتجارية. أهلا بحضرتك معنا سيادة المستشار. أهمية قرار تحريك سعر الخبز في استدامة منظومة الدعم. هو القرار جه بعد فترة كبيرة من الدراسة والتأني لصالح المستهلك المصري ولترشيد الانفاق واستدامة الخدمة المستمرة لصالح المواطن بصفة عامة. الدولة بتتحمل أكبر عبء كبير في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية وخاصة الخبز لمحدودي الدخل، ولكن الأسعار العالمية وسعر العملة والإيرادات السيادية اللي موجودة في الدولة كانت من ضمن المحددات التي عملت على الدفع نحو ترشيد الإنفاق العام على الدولة، لأن الإنفاق العام يقابلها إيرادات سيادية. هذه الإيرادات السيادية سواء من تحويلات أجنبية أو إيرادات قناة السويس أو صادرات إلى الخارج، تبقى إيرادات محدودة. هذه النفقات لازم تكون في حدودها مع وجود الضرائب، فبالتالي أي وفرات أو أي ترشيد للخزانة العامة للدولة بتتجه إلى أنشطة أخرى أكثر أهمية، وأيضا مساعدة قطاعات مختلفة من النشاط التجاري، منها دفع الاستثمار في المجال الغذائي في الشريحة الحرة، زائد أن الدولة ما زالت بتتحمل عبء حوالي في رغيف الخبز حوالي 105 مقابل 20 قرش بيتحمله المستهلك، وده لإعطاء أهمية قصوى للمستهلك في ترشيد الاستهلاك، لأنه خمسة قروش اللي هي قعدة 30 سنة قيمة معدومة لا تقابلها قيمة عملة فعلية كويند أو يمكن شراء بها السلعة، وإن خمس رغيفة اللي احنا بنوفرها لكل مواطن بتوفر حوالي 450 جرام من المواد النشوية، ده حوالي تقدر يكون نص كيلو، كيلو بيقف بالضبط ب 2 جنيه مادة نشوية، لا تقابلها البطاطس ولا تقابلها سلع أخرى، فيعتبر لغاية الآن ال 20 قرش نفسها قيمة معادلة للجميع، وأيضا في متناول يد محدودي الدخل. طيب، إلى أي مدى سيادة المستشار وصلنا إلى حوكمة منظومة الدعم، والتي هي بدورها بالتأكيد ستؤدي إلى فكرة ترشيد منظومة الدعم؟ احنا من فترة كبيرة جدا قايمين بتنشيط عملية تدقيق البيانات الخاصة بالدعم في البطاقات التموينية، وبندرس بدائل أخرى في البطاقة الشاملة، وأيضا بنعمل عملية تنقية لغير مستحق الدعم، لأن الدعم ده لابد أن يكون مرن. هناك فئات مستحقة تدخل البطاقة التموينية، وهناك فئات ممكن تخرج من المنظومة لزيادة الدخل المخصص بها، زائد احنا بندخل البعد الاجتماعي من خلال وزارة التضامن الاجتماعي. كل الأمور دي بتساعد بعد ذلك وصول الدعم للسلع الضرورية لمستحق الدعم. نعم أستاذ نعماني، أيضا رئيس مجلس الوزراء اليوم أكد على فكرة أنه سيتم وضع خطة للتحول من منظومة الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أهمية هذا القرار مع أنه سيطرح للحوار الوطني والخبراء. الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي هو عبارة عن مستهدف اقتصادي على جميع دول العالم لتحسين الاقتصاد الدولة. الدعم العيني وتحويله دعم نقدي معناها عدم إعطاء الدعم لمستحقه برضه، بس بيبقى نقدي، ويبقى المستهلك هنا هو صاحب القرار في عن طريق الحوار المجتمعي اللي هيحدث، هل هو يحتاج الدعم العيني او الدعم النقدي. اذا كان الامر يستلزم دعم نقدي هنديله هذه الاتاحه، واذا كان هو عايز دعم العيني، انما احنا حريصين كل الحرص
على توفير المعروض من خلال سلسلة الإمدادات اللي موجودة، مع محافظة على تكوين مخزون استراتيجي من أهم السلع حتى لا نخضع لنوع من المضاربات الداخلية والاحتكارات، ولا المضاربات الخارجية، والدولة ماضية في استزراع وزيادة المساحات المزارعة لكل المحاصيل حتى في الأراضي الجديدة، وترشيد الإنتاج والإنتاجية مع ترشيد النفقات العامة للدولة. نعم، الأستاذ نعماني نصر مستشار وزير التموين لشؤون الاقتصادية والتجارية، شكرا جزيلا لك.